تشتهر مدينة مورك التابعة لمحافظة حماة بزراعة الفستق، إلا أن الأحداث التي شهدتها المدينة على مر السنوات الماضية أدى إلى تراجع زراعة هذا المحصول. الآن وبعد أن دخلت المنطقة ضمن اتفاق خفض التوتر، بدأ الأهالي مرة أخرى بزراعة هذا المحصول بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجههم. مورك بتشتهر بالفستق، يعني مورك من أول القرى في سوريا هي بتشتهر بالفستق بعد حلب. وشجرة الفستق اجت على مورك يمكن بعام 1985 أو 82، يعني بلشت العالم تزرع وتشتهر بالفستق مورك. تقريبا مورك شيء 64,000 دلوم، تقريبا 64,000 شيء 60,000 دلوم كلها فستق حلبي. والعالم كانت تعتني بشجرة الفستق وتسقيها وتعتني فيها وتكسحها. اجت ايام الثورة وصارت العالم يعني ما بتقدر تجي على اراضيها من الجيش، وانه اي شيء يشوفوه يضربوا عليه الجيش او كذا. ووقت اللي الجيش يدخل على الاراضي يكسروا الشجر، قطعوا الشجر، المنطقة اللي يدخلوا عليها كلها قصوها. ويعني ما بقى فيه الناس ما بقى فيها تيجي تعتني بشجرة الفستق. وهلق هاي سنين محل، يعني الناس بدأت تسقي أراضيها وصار في تكلفة بالسقاي. يعني والشجرة إذا ما أعطيتها كمان ما اعتنيت فيها وأعطيتها وسقيتها كمان ما بتعطيك. والحمد لله السنة يقول ما في موسم، يعني السنة كان ضعيف كثير الموسم. سبب الإهمال طبعا، يعني هو أكثر شيء سبب الإهمال اللي أهملته الناس الفستق. صار لنا 4 سنين وخمس سنين تقريبا في إهمال للأراضي. وهلق الحمد لله رجعت الناس تسقي وتسمد، ويعني ليك حتى البواري هون مبين شلون الناس كلها عم تسقي. اللي طبعا اللي عنده استطاعه يسقي، اللي في ناس ما عندها استطاعه تسقي الكرامي، واللي عم يسقي الله عم يستفيد كمان الحمد لله. يعني متأملين من الله سنة الجاي انه الناس تجيها موسم وترجع الناس لضيعتها ولأراضيها وتشتغل فيها من اول وجديد وترجع تعتني بشجرتها. لانه هي تقريبا نحن اهل مورك الباب الوحيد اللي عندنا، الله بعثنا هالباب، باب الفستق الحلبي نترزق منه، وشغلنا كله فيه كساح وسقاي وازاقه وحواش. يعني هذا نحن هيك الله بعثنا هالموسم هون عندنا مورك، وما عندنا شغله ثانيه يعني كمان الحمد لله. يا اكيد وفي تكلفه، في تكلفه بالعنايه. يعني في عندك فلاحه، في عندك عزاقه، في عندك سقاي، في عندك بخاخ. بخاخ بس بدك تبخ الشجر كل مرش بكلف 100 دولار. كل مرش بكلفك يعني المرش تقريبا شيء 20 دولار. كل 20 دولار بدين مرش. وكل مرش بكلفك 100 دولار. المبيدات هو في عندنا كنا بنعاني من مشكله هي الساقبي. هاي دودي كانت تنزل محل الحمل. اي حمل بالسجره بتنزل فيه هاي الدودي، وطبعا ما بصير في عندك موسم من هاي. وصرنا نعاني منها كمان، عانينا منها قبل الثوره وايام الثوره. هلا الحمد لله لقوا لها دواء لها. يعني هلا الحمد لله الناس عم نول، الناس بخت منه، والسنه ان شاء الله كل الناس بدها تبخ منه. كنا نعاني من هالمرض هذا. ترويج المحصول هلا بالنسبه اهالي المحصول عم بعتوه على خان شيخون او على التمانعه. يعني والحمد لله أسعار كويسة الحمد لله كمان السنة. قبل الثورة كان المحصول كتير والحمد لله رب العالمين. كانت تجينا العالم من برا مورك، تجينا من حلب، تجينا أجانب من برا سوريا تشتري الفستق. يصير بيع وشراء كتير، وكان السوق قوي بعد سوق حلب طبعا. سبحان الله تغيرت الاحوال، وهلا شفت عينكم هالدمار اللي صاير بهالثوره اللي صار المزارع يعاني من تصريف الفستق. تشنشط ما بين القرى ويتلاعبوا التجار في الاسعار. سبحان الله من بعد ما راح سوق مورك تغيرت الاحوال كلياتها، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هلا الامور على احسن ان شاء الله باذن الله. هلا في سوق القديم اللي صار له من زمان هلا عم يتشكل من جديد،
وإن شاء الله نية خير. والله وضع القرية في شكل عام منكوبي صراحة، شفت عينك الدمار منكوبي، وللأسف شديد ما في حد يعبي راعي ظروفه، لا منظمات، لا مجالس محلية، لا مجالس شورى، ولا أي حد عبي يساعدنا بأي شيء. نزحنا من مورك صرنا 4 سنين وشوي، نزحنا من مورك وهلأ رجعنا على مورك، لقينا مورك متدمرة بالكامل، محصولنا الفستق كله مقصوص قاصه الجيش، البيوت مثل ما كنتم شايفين مخلى على الابواب، اللي مهدوم مهدوم والبلاط ما مخليه شيء، بنية التحتية تبعت مورك صفر ولا 1%. جينا للمدارس نفس الشيء ما في شيء، جينا للجوامع كمان نفس الشيء مهدمة، والعالم عايشة هون ما في لا منظمات عم تدخل على مورك ولا في دعم خالص 1%. ويعني أنا مستلم زمور الضيعة يعني 85%، لليوم ما شفت أي إنسان إجا قدم شيء لهالضيعة، يعني بيقولون في وعلى الفاضي، كله كلام فاضي، لليوم ما أخذنا فعل، ما أخذنا شفا لحد الآن، ما أخذنا من واحد قول نظامي، يقولون في والامور شايفين مثل ما كنتم شايفين، يعني الضيعه مكوبي وحسبي الله ونعم الوكيل على 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 هالنظام اللي فاجر اللي ما عنده 1% امان، وقاعدين هلاقين، وفي بعض المرات بيضرب الضيعه بيقصفها كذا مره، يعني امبارح ضربها ووقت امبارح ضربها، بيتحجج بيقول في عندكم كذا وفي عندكم كذا وفي عندكم كذا، رشاشات دبه، وهو ما في شيء. الحمد لله يعني الشباب ملتزمين الاخوه، والضيعة آمنة إن شاء الله هلقين شوي صغيري. المحلول بدنا دواء نبخه في ساقبي، في دودي حشرة اسمها مبازي اسمها، يعني ما بعرف بالضبط، يعني ما بعرف اسمها، بس هاي إذا تمت مستمرة بتروح المحصول كامل، بدها معالجة 100% هاي، وإذا ما تعالجت هي والساقبي مشكلة، ولحد ما حد قدم لنا دواء، بدنا دواء والدواء غالي، يعني العالم تحت 5 سنين نزوح، مو يوم اثنين، 5 سنين، يعني ما ورقتين انتهينا، وكنا شمال كلها يطلبوا منا اجار البيت بالدولار، هذا قلنا بدنا 25,000، هذا قلنا 100 دولار، هذا قلنا 20,000، هذا كله ما يعني ما الشعب انزل كثير، اهل مورك انزلت كثير، والحمد لله عند اخر النهار محصول الفستق اذا بده يرجع على طبيعته واذا تعالج 4 سنين يعني بصير يبلش شيء، لأنه يعني معروف الفستق بده 4 سنين لشيل، وهلق مخصوص اللي مخصوص من اللي خاص يعني مخصوص من الأرض هذا بده 6 سنين 7 سنين لشيل. طبعا بالنسبة لإنتاج الفستق الحلبي في مورك كان هو الأول على مستوى سوريا، وكانت معظم تجار سوريا تجي لمورك يعني لسوق مورك لتسوق الفستق الحلبي، وطبعا اعتماد مورك الأول على الله سبحانه وتعالى ثم على الشجر الفستق الحلبي، وبسبب دخول الجيش يعني واحتلال مورك لمدة 3 سنوات ونصف يعني صار في عندها إهمال الشجرة كتير، عدم مبيدات حشرية، عدم اعتناء فيها التقليم كده، فصار فيها أمراض كتيرة، فنحن يعني إن شاء الله وتعالى نحن نطلب من المنظمات الإنسانية إنها تساعدنا في إيجاد مبيدات حشرية أو تقليم أو ما شابه ذلك حتى نعيد إنتاج هذه الشجرة لموري. في الحمد لله يعني الأهالي بهمة الله سبحانه وتعالى ثم همة الأهالي رجعوا إلى موري وفتحوا سوق فستق جديد، وهلق عم بيعتنوا بأراضيهم قدر المستطاع، يعني الناس طبعا عافت حالة قدر المستطاع بيعتنوا بالشجرة حتى نعيدوا إنتاجها من أول وجديد. نحن فريق الدفاع المدني في مدينة مورك قمنا بفتح الطرقات بعد خفض التوتر، قمنا فتح الطرقات ومساعدة الأهالي بالرجوع إلى البلدة، وقمنا أيضا بتمشيط للأراضي لإزالة مخلفات الحرب من عنقودة أو صواريخ غير متفجرة، وحاليا يعني نسعى لتقديم العون لهم بالنسبة لرجوع إلى الضيعة. طبعا المخاطر يعني لحد الآن في عم تسقط قذائف على المدينة،
ما زال سقوط قذائف على المدينة والناس متخوفين لحد الآن. Thank you.